تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم معنا في كل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وفي الإخراج معنا اليوم وائل زعتر، وأيضا في التنسيق معنا شيماء التناك، وكذلك معنا في الإعداد فريق قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. عموما أرقام التواصل معنا 600-551-414، وأيضا معانا في كذلك الرسائل النصية على 4006. بداية الحلقة خلونا ننوه بموضوع التأمين الصحي. يا جماعة الخير، نود الإشارة إلى أن هيئة الصحة بدبي خصصت موقع لخدمات التأمين الصحي، هو www.ishd.ae، اللي هو www.asad.ae. هذا الموقع يمكن أفراد المجتمع من الدخول عليه للتعرف على تفاصيل منظومة التأمين والمستهدفين منها في إمارة دبي والباقات التأمينية المتوفرة، وأية موضوعات أخرى متعلقة بالتأمين بتشوفونها أعزائي المستمعين من خلال هذا الموقع، وأيضا إجابات واضحة لاستفساراتكم وتساؤلاتكم. أيضا البارحة كان يتحدث الدكتور حيدر عن هذا الموضوع، وقال أن شركات التأمين كذلك بتتواجد في مركز المنارة لبلدية دبي اللي موجود على شارع الشيخ زايد، اللي حاب بعد في المنطقة الجغرافية هذه الشركات بتكون موجودة في المركز خلال اليومين القادمين أعتقد أو الثلاثة أيام القادمة، ما نتأكد كذلك. وأيضا حد كان يسأل البارحة من الشرطة، قالوا القيادة العامة، أفراد القيادة العامة شرطة دبي ليش ما يحصلون على التأمينات، واليوم الحمد لله طلع هذا الخبر أن هنالك تأمين لأفراد القيادة العامة لشرطة دبي. عموما قبل نروح على عناوين الأخبار المهمة اللي عندنا، خلونا نستعرض معاكم أهم ما ورد في وسائل الإعلام الاجتماعي مع أسمى الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي ومسؤولة الإعلام الاجتماعي. أسمى دائما ما تعطينا إيجابية في الصبح وتعطينا بعض الرسائل الإيجابية، فخلونا نتعرف على رسالة الهيئة الإيجابية اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صبحت الله بالخير أسمى. صبحت الله بالنور سرور أخي محمود. عاد أنا ما أقدر أفتح الكمبيوتر، عندي معلق هني، فعشان شيء أبغى أعرف شو عندنا في الإعلام الاجتماعي. أمس كنا نتكلم أخوي محمود عن فيتامين دال، وفي بعض النصائح اللي فعلا مهمة، وقبل نشوف الناس قاعد تستخدمها. استخدام الأدوية بدون استشارة طبية، تعرض الشخص للمضاعفات وبعض الحالات إلى الوفاة، فكانت هاي إحدى النصائح المهمة اللي نحن نشرناها في عبر قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة دبي، هيئة الصحة بدبي. فنتمنى منهم عدم استخدام أي دواء، وما يخلطون الأدوية على كيفهم، بس يروحون صيدلية أنا مزتم أخذ من هذا ومن هذا وأخلص. صيدلية الوالدة ما تنفع يعني. مش هي صيدلية الوالدة، هم روحهم يمكسون يعني، أخذ شو مال فنادول على ما أدري شو على ما أدري شو ويمكسون مع بعض يعني. ففي بعض الأدوية يكون فيها مضاعفات لما تتاخذ مع بعض. صح، ها كانت من ابرز النصايح اللي نحن كنا حاطينها. هي في كثير من النصايح اليومية نحاول ننشر كثير من النصايح عبر حسابات الهيئه، النصايح الطبيه. لكن قبل ما نختم نقول لكم نصيحه اليوم او الرساله الصباحيه اليوم، اجعل
من يوم الخميس ختاما لأسبوع مليء بالإنجازات التي خططت لها. وابدع عطلتك وأنت مرتاح البال. يا سلام، وين أتينا راحة البال؟ أتينا من التفكير الإيجابي والله. الواحد يشوف حتى لما الواحد يشيل شغلة أو ما يخلص شغلة أيام الأسبوع، لما يأخذ شغلة يعني يطلع وهو ما خلص شغلة، يتم دائما طول الويكند يفكر يقول هي برجع وفي شغل ما أسبوع اللي طاف وبيني شغلة الأسبوع الجاي، فيكون حتى ما يقدر يكون مرتاح البال لأنه يعرف أنه في شيء ما خلص. في يعني شيء سيكولوجية تفكير الإنسان أنه إذا في شيء ما خلص يتم الإنسان مو بمرتاح، بس ما يعرف إيش إنه هو مو بمرتاح. والله شوفي، يعني الواحد يوم يشوف يعني وائل قواسم قدامه يرتاح نفسيا. هذا المخرج الخطير هذا عندنا، تعرفين، لأن ابتسامته تفتح النفس يعني. طلع برا على الاستوديو اسمه. بالفعل الطاقة الإيجابية ضرورية جدا لأن الإنسان يفكر بشكل إيجابي دائما، ويحاول قدر الإمكان أن يعني يبعث هذه الطاقة للناس اللي حواليه، يحاول قدر الإمكان أن يتواصل مع الناس بشكل إيجابي. ليش؟ لأنك إذا أنت شفت الأمور بإيجابية فطبيعة الحال ما بتشيل هم، صح ولا؟ بالضبط. فنتمنى لك صباح إيجابي يا أسمة وللمستمعين كلهم. صباح إيجابي للجميع إن شاء الله. شكرا لك على هذه الرسالة الجميلة، وما أدري إذا تبغين تضيفين شيء ولا. بس نحب نقولهم لا تنسون تضيفون حساباتنا عندكم اللي هي DHA_Dubai، وإذا عندهم أي شيء يحبون مثلا نحن نعرضه في السوشيال ميديا لهيئة الصحة يخاطبوننا على حساباتنا، وإن شاء الله نحطه في خطة النشرات الخاصة بالهيئة. شكرا لك اسم الجناحي، وحتى نلقات إن شاء الله أسبوع القادم يوم الأحد الجاي برسالة جديدة. نحن يعني نتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك يوم إيجابي وإجازة نهاية أسبوع إيجابية. شكرا. كانت معنا اسم الجناحي، مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. عموما مستمعينا، يقولون الزواج المستقر يبعد الموت عنك. طبعا الأعمار بيد رب العالمين، لكن في يعني دراسة أمريكية حديثة تقول أن الاستقرار الزوجي يقي من الإصابة بالسكتات الدماغية ويحسن فرص البقاء على قيد الحياة. طبعا بحسب هذه الدراسة فإن وجود الزوج أو الزوجة في حياة شخص ما في كافة الظروف يحسن فرص البقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى 71%. ولفت الباحثون إلى أن الأشخاص الذين عانوا من حالات الطلاق كانوا أكثر عرضة للوفاة بعد إصابتهم بالسكتة الدماغية بنسبة 23%، في حين أن الأرامل أكثر عرضة للوفاة من المتزوجين الذين يتمتعون بالاستقرار الزوجي بنسبة 25%. أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين اختبروا تجربة الطلاق أكثر من مرة أكثر عرضة للوفاة بعد الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 39%، أما الذين ترملوا أكثر من مرة فهم معرضون بنسبة 40% للوفاة بعد السكتة. طبعا أنا خايف عليك يا وائل. عموما بعد الفاصل مستمعين إن شاء الله بنتكلم عن بعض المواضيع اللي تهمكم، اللي هي خاصة بطب الأسرة والرعاية الصحية الأولية، وأيضا مواضيع خاصة بالتغذية الصحية. بتتواجد معنا الدكتورة ندى الملة اختصاصية طب الأسرة قطاع الرعاية الصحية الأولية، وأيضا في عندنا الأستاذ شيماء قايد اختصاصية التغذية العلاجية هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعينا الكرام. ما شاء الله عليه وائل عطاني فاصل جميل بعد الفاصل اللي خذناه اول شيء. لكن عموما اليوم نحن موضوعنا الرئيسي مستمعينا الكرام في برنامج صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم في إذاعة نور دبي. موضوعنا الرئيسي اليوم نحن نتحدث عن المعدة بيت الداء.
طبعا في هذا الإطار يعني أنا يسعدني أن ينضمون لي في الاستوديو الآن يعني الدكتورة ندى الملة اختصاصية طب الأسرة بقطاع الرعاية الصحية الأولية. دكتورة أنا ما أعرف البوزيشن الثاني اللي في مركز البرشة، مدير وحدة الشؤون الطبية. هاي خليني أكتبها، مدير وحدة الشؤون الطبية. زين، وطبعا دكتورة ندى معروفة عندكم، انتم تشوفونها دائما في الفلرات اللي تطلع عندنا في التلفزيون خاصة بسعيد وسلامة وصحة وسعادة، الفلرات هذه الكرتونية الجميلة، فهي يعني ما شاء الله انت نجمة دكتورة، واحد مفروض ما يعرف فيك. ليك من ذوقك يا محمود. شكرا. ممكن تعدي الصوت شوية والي يعني ما أسمع. أوكي شكرا. عموما أيضا معانا الأستاذة شيماء قايد اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. اليوم يعني المعدة بيت الداء، هذا الموضوع الرئيسي اللي ما نتكلم عنه. طيب ما معنى أن المعدة بيت الداء؟ طبعا المعدة بيت الداء معناها أن المعدة هي سبب لكثير من الأمراض اللي يعاني منها الإنسان. فالمعدة هي مصدر لوايد من الأمراض أو المشاكل اللي يعاني منها الإنسان، هذا معناه المعدة بيت الداء. شو رأيك يا دكتورة؟ أكيد أي شيء يدخل بالمعدة يأثر تأثير صحي على الجسم كامل. ففعلا المفروض مدخلات المعدة تكون أشياء صحية عشان ما تأثر على صحة الجسم بالكامل. جميل. عموما عندي كنت أقرأ خبر عن السكتة الدماغية قبل الفاصل، فوصلتني رسالة ما حد يخلصك من السكتة الدماغية، من السكتة الدماغية طول بعمرك غير أربع حريم بالحلال، واحدة تبتسم، واحدة تعطيك كلمة طيبة، واحدة تغني لك، واحدة تمسح على راسك. هاي تستوي أربعة في واحدة. لا لا كانت الخبر الدراسة شي يقول إن نصيحة جميلة. يلا هو ها سويت لنا مشاكل زينتي. عموما نرجع حق موضوعنا الرئيسي، فلما نتحدث عن المعدة بيت الداء ونتحدث عن هذا دائما احنا نتكلم عن يعني يقولهم يا البحري اللي يدش في بطنك بيطلع فيك، يعني شو الدخلة في بطنك بيطلع فيك، من يا ان صحتك تكون زينة يا ان امراض الدنيا تيجي فيك. فعموما اول شيء دكتورة حاليا نحن عندنا يعني تقلب الجو هذا، وفي ايضا الاغذية تختلف ما بين الفواكه والخضار اللي تكون في الصيف، عملية تخزينها في الصيف تختلف عن الشتاء. فأبرز المواضيع اللي يجب أن ننتبه لها في هذه المرحلة أثناء الغذاء، أول شيء بتكلم مع خبيرة التغذية في هذا الموضوع، بعدين ما نتكلم عن الأمراض اللي تنتشر في هذا المجال. تفضل. طبعا مع تغير الجو يتغير نوعية الغذاء اللي نتناوله، إذا الحين طبعا احنا داخلين في الشتاء والجو البارد، فلازم ناخذ نتناول الأطعمة اللي تكون تعطينا الدفء للجسم. في بعض البهارات أو بعض الأطعمة نحتاجها في فترة الجو البارد. نعم. أوكي. الجسم في فترة الجو البارد يحرق سعرات حرارية أكثر من الجو الحار، لأنه يحتاج دفء يدفي الجسم، فيحتاج سعرات حرارية أكثر. فطبيعي بتحس الناس في هالفترة أنهم يميلون الأطعمة اللي شوي تكون دسمة. غير هذا عشان الناس يحافظون على صحتهم ما يتناولون وايد بهارات أو في أطعمة أعشاب تعطينا الدفء أيضا للجسم. فطبعا نوعية الغذاء يتغير مع الجو. دكتورة شو أبرز الأمراض اللي تينا نحا في هاي الفترة نتيجة سوء التغذية أو حسن التغذية؟ حسن التغذية، الناس مشكلة لما يدخل الشتاء يتوصون بزيادة يعني بالأكل في البهارات والأكل الدسم مثل ما قالت الدكتورة شيماء، فتلاقي معظم الأعراض الناس عندهم الحين هو اللي يسمونها الصاهر أو الحموضة. تلاقي الناس وايد تشكى أن عندها حموضة دائمة أو عندها سوء هضم، تقول ما كان عندي هالأعراض قبل والحين مع بداية دخول موسم الشتاء يحسون هالأعراض. السبب طبعا أن تناول البهارات والأطعمة الدسمة يساعد زيادة حمض المعدة، وبالتالي ممكن يسوي حموضة زايدة في المعدة. زائد أن الناس في هالفترة تحب تسهر في الليل، تقعد برع تسهر ويحلى الأكل طبعا والشرب وحبة حمراء بالكستر وهالأشياء آخر الليل وينامون، فيستوي عندهم مع الوقت سوء هضم ويستوي عندهم صاهر.
طيب أنا بقرأ لك شغلة هني، يقول لك الزعتر وعصير البصل لمحاربة السعال. يقول لك الخبراء أكدوا أنه يمكن محاربة السعال بواسطة أسلحة طبيعية مثل الشاي، شاي الزعتر والعصير البصل وكمادات الصدر الدافئة، ويتمتع شاي الزعتر بتأثير مذيب للمخاط، ولتحضيره يتمسك ب 200 مثلا مليمتر من الماء الساخن على ملعقتين من الزعتر، ويترك لمدة 8 أو 10 دقائق على أن يتم تناول 3 أكواب منه يوميا. أيضا يتمتع عصير البصل بتأثير مذيب للمخاط أيضا، خاصة أن في هذه الفترة نحن عندنا مثلا يعني الزكام يزيد بشكل كبير. شو رأيكم؟ صحيح، المعلومة صحيحة. وفي أشياء ثانية غير الزعتر والعصير البصل، يعني اللي ما يحب البصل وريحته عنده حتى العسل الكركم. بس الزعتر يذبح الزعتر فعلا يعتبر أفضل أعشاب لفترة الشتاء، فترة الشتاء أو جو جميل البارد. جميل جميل. طيب شو أفضل الأشياء بعد اللي الواحد ممكن ياخدها خلال هذه الفترة دكاترة؟ يعني شو ممكن الواحد يسوي أساس أنه يسوي له مناعة طبيعية؟ البابونج والنعناع وايد مفيد. احنا بالعادة الميرمية اهل الشام يشربونه اكثر من عندنا، بس وايد زين يقوي المناعة حتى يقل نزلات البرد والزكام. فهذا الزعتر مثل ما قلت، والبابونج والنعناع والميرمية وايد مفيد. حتى وايد مو ما يمرض وايد كل يشرب زعتر. وعندنا العسل بعد يعتبر مانع قوي جدا للجسم. وايضا عندنا الكركم يعتبر أيضا مضاد أكسدة قوي جدا، ويعتبر مانع للأمراض. فممكن يأخذون الكركم يشربونه مع الماء أو يضيفونه بالروب أو لبن كمانع لهم، يعني منه ما في سعرات حرارية، خالية من سعرات حرارية. بس ملاحظة محمود بخصوص اللي هو الزعتر البابونج والنعناع، هذه البهارات أو الأعشاب اللي احنا بنشربهم دائما احنا نقول لا تفورون لا تغلونه، يعني لأن الغليان يسبب فقدان المواد الطبيعية اللي فيهم. حطوا في كوب صبوا عليه ماء الحار وخلوا غطوا لمدة 10 دقائق عقب يشربوه، بس لا تخلونه يغلي على النار، الغليان يضيع المواد المفيدة اللي فيه. يعني الواحد ما يفور ما يفورهم أفضل أن يكون منقوع. نفس الشيء الزنجبيل، في وايد ناس يفورون زنجبيل مع الحليب، لا، أفضل يكون منقوع بدلة الحليب أفضل من أنه يتفور. جميل. يعني هذه معلومات وايد مهمة. الآن بالنسبة للعصائر دكتورة، يعني الواحد إذا بيشرب عصائر معينة، في عصير زعتر ولا؟ لا ما أعتقد. ممكن يضيفون شوي زعتر مع العصير، ممكن عصير البصل. عصير البصل. عموما أفضل الأشياء الواحد ممكن يسويها في موضوع العصير، خاصة أن أنا كانت عندي معلومة قبل أن الواحد إذا خذ الفاكهة سواها عصير يفقد كثير من قيمتها أو الفيتامينات الموجودة. ما أدري هذه معلومة صحيحة ولا غلط. وما يفقد قيمة الفيتامينات، هو يفقد الألياف اللي فيها. عشان كذي نحن نفضل الفاكهة نأخذها كفاكهة أفضل من أنها تكون كعصير. لكن في الجو البارد في ناس ما يميلون الحين للعصير لأنه هو يكون بارد بالعادة، بس أحيانا العصير يكون مفيد في نزلات البرد لأنه يكون غني بفيتامين سي مثل البرتقال. يعني الواحد لما يأخذ برتقالة وحدة ما راح تعطيك كفاية من فيتامين سي مثل ما يأخذ عصير كوب عصير عبارة عن 3 برتقالات أو 4 برتقالات. بس ينتبه للسعرات الحرارية والسكر الفاكهة الموجودة فيه. جميل دكتور. بس العصائر احنا يعني الناس تحب موضوع العصائر، تبقى الدكتور يقول اشرب عصير عشان يتحمسون بالعصائر. احنا دائما نحذر من العصائر، انه ليش احنا بعد مثل ما قال الدكتور نفضل الفاكهه لان عشان الالياف، زائد كوب العصير واحد فيه يمكن 5 أو 6 حبات من الفاكهه، بالتالي معدل السكر اللي فيه جدا عالي. احنا دائما نقول افضل ما تشربون عصير اذا في ممكن كوب في اليوم، لان حصه العصائر للشخص مفروض من 2 إلى 3 حبات في اليوم. بس العصير في، والناس اللي تحب الكوكتيلات اللي فيه اكثر عن نوع، تعالي اللي يخلطه بشكر ويحط سكر ويحط والعصائر المركزه اللي ينحط داخل العصير وينحط فوق العصير. فاحنا دائما نقول افضل خذوا الفاكهه الطبيعيه عشان السكر. الحين تدري شو يسوون دكتور؟ يحطون بعد هذه المشروبات الطاقه ويا وما ادري كذا، يسوون يعني خلطات عجيبه غريبه. صحيح. وفي شيء يطلع من الدخان ما ادري شو، النيتروجين، حطوا فيه النيتروجين.
اي نيتروجين هذا مضر هذا للصحه شيء النيتروجين على حسب علم ما يضر هو للشو اكثر يعني بس اتوقع بعد اكيد كثرته مو بزينه يعني بس الواحد كم مره بيشرب هالعصير يعني هو للشو مره او مرتين للتصوير الناس بالعاده تقول يعني تصور عيبتني هاي للتصوير انزين طيب في بعض الاكلات اللي ما دام نحن تكلمنا عن السكر وعن كميه السكر في العصائر وهذا خلينا نتكلم عن اهم الأكلات أو الأشياء التصرفات الغذائية أو العادات الغذائية السليمة للوقاية من مرض السكري. العادات الغذائية السليمة للوقاية من مرض السكري هو الغذاء الصحي. نعم. الغذاء الصحي لازم يكون محتوي على كل المجموعات الغذائية. عندنا مجموعة اللحوم أو البروتين اللي هو عبارة عن لحم، جات، سمك، بقوليات يكون بديلها بروتين نباتي ما يستغنى عنه الإنسان على الأقل وجبة أو وجبتين في اليوم يحتوي على بروتينات. عندنا الخضار، عندنا الفاكهة على كل وجبة تكون موجودة أو تكون بين الوجبات. مثل ما قالت الدكتورة فاكهة أفضل من العصير. عندنا أيضا مجموعة الحليب منتجاته. الناس ينسونه وايد خصوصا حليب أو الروب بداله أو اللبن فينسونه فهو غني بالكالسيوم لازم ناخذه على الأقل مرتين باليوم إلى 3 مرات. وعندنا أيضا آخر مجموعة اللي هي مجموعة النشويات اللي ظالمينها الناس ويعتقدون أنها ننحرم منها لأن نحن مرضى سكري. لا بالعكس، هم لازم يأخذون النشويات لأن الطاقة اللي نستمتها نحن ناخذها من النشويات. فلهم نشويات على كل وجبة بس تكون بحساب معين لكل شخص أو لكل مريض نحسب له كمية معينة بمعدل تقريبا. نقول مثلا إذا إنسان مريض سكري وما يتابع أخصائي تغذية أو شيء يقدر مثلا يأخذ ساندويتش واحد مثلا على وجبة واحدة أو يأخذ مثلا نص طبق عبارة عن رز مثلا أو معكرونة باستا على وجبة واحدة فكمية تكون معقولة ما تكون بالزيادة عشان ما يزيد مع الوزن أو ما يأثر عليه السكر. جميل، أنا بعطيكم فاصل تشربون ماي تشربون أما أدري أبلكم شاي نعناع أظني على الاستوديو. مو بزعتر ماي بالزعتر هذا زعتر مخرجنا وائل زعتر مخرجنا. عموما فاصل مستمعين بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل معاكم. اللي حاب يتواصل معانا على الارقام 600551414 وعن طريق الرسائل النصيه على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. اليوم نحن حلقتنا جميلة لطيفة خفيفة جدا نتحدث فيها بعنوان المعدة بيت الداء، نتحدث فيها حقيقة عن بعض المواضيع العامة اللي تهمكم أكثر خاصة في الوقت اللي يتقلى فيه الجو. فمعانا في الاستوديو الدكتورة ندى الملا مدير الشؤون الطبية في مركز البرشة وأيضا اختصاصية طب الأسرة بقطاع الرعاية الصحية الوليص. حياك الله معنا مرة ثانية دكتورة. وأيضا الأستاذ شيماء قايد اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. مرحبا. عموما نحن وقفنا حقيقة عند الكثير من المواضيع اللي تحدثنا فيها في هذا المجال، بس خلوني أذكر بأرقام التواصل معنا 600551414 وعن طريق الرسالة النصية على 4006. دكتورة، يعني في فترة من الفترات نحن تحدثنا بشكل أو بآخر عن الأمراض اللي ممكن تكثر في هذه الفترة من السنة، حدث بشكل سريع، لكن هناك بعض الأمراض اللي الواحد لازم يعيها ولها أسباب معينة الواحد لازم ينظر لها، من ضمنها الإمساك. ها وايد ناس يكون عندهم إمساك، شو الأسباب؟ طبعا أخوي محمود الإمساك واحد من أسبابه الشهيرة في هذا الموسم قلة شرب الماء. الناس من يدخل الشتاء ما تحس بالعطش نفس فترة الصيف، بالتالي قل شربها للماء وايد. وانت ما شربت الماء مالك، لازم تشرب بعد الماء مالك يا محمد. شرب شاي الحين. فمعدل شرب الماء عندنا يكسي وايد قليل، بالتالي الأمعاء عندنا ما تقدر تشتغل بالطريقة الطبيعية وتصرف الفضلات.
فاحنا دائما نقول للناس لا تتريون العطش. يعني الفكرة الأساسية سواء في الصيف أو الشتاء مفروض ما نتري لما نعطش. لو ترينا لما نعطش معناه معدل الماء في الجسم وايد قل. كم المعدل الطبيعي؟ تقريبا 70% 60-70% فمفروض الواحد خلال اليوم لازم يكون دائما معه غرشة ماء ويشرب الماء من غير ما يحس بالعطش كل ساعة كل نص ساعة. احنا طبعا معظمنا دواماتنا داخلية يعني ما في تعرض لأشعة الشمس فلازم يكون الماء عندنا طول اليوم صيفا وشتاء ما نتري نعطش عشان نشرب الماء. هذا أهم سبب من أسباب الإمساك. وليسر كيف نشرب ماء ونحن مبعطشانين؟ ترى هني هذه الفكره ترى هي مثل ما قالت الدكتوره اذا انت وصلت مرحله الاحساس بالعطش معناه ان جسمك هو احساس ما في. المشكله فعلا في وايد ناس ما يشربون ماي بالتالي اصلا ما يطشون يقول لك انا ما عطش اصلا ما احس بالعطش لان جسمهم متعود دائما انه يكون في جفاف فلا تتريون العطش اشربوا ماي من غير ما يكون في عطش. طيب الامساك هذا يكون عند البالغين فقط ولا عند الاطفال كذلك ولا عند الاطفال وايد عند النساء عند كذا؟ الجميع معرض. الاطفال وايد معرضين بعد الامساك لان الام ما تعرف نقنع الطفل انه يشرب الماء. ناخذ مجرح مداخله. تفضل مجرح. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. عليكم السلام. صباح الخير. صباح توك ناشف الرجال مجرح شكلك ها توك واعي توك واعي ولا شو؟ لا حرام عليك انا واعي من الفجر مع العصفوره وعى مع انزين اليوم موضوعنا المعده بيت الداء يا مجرح. اي والله بغيت اقول بس اعتقد الحريم اكثر يصير فيها ممساك. ليش ما ادري انا شفت كثير كذا سبحان الله. والاطفال انا اشوف بس البالغين مثلك لا عادي طبيعي. اي بجرح الاول اقول لك شغله. انا في يوم من الايام كان عندي وتب كرامه سهال زين كان يصير عند الوالده عمري عليك الله يحفظك. صرت عند الوالدة عطتني ما شربتني شيء. ايه. الله وكيلك ثلاثة أيام يعني ولا ما في أي شيء يعني. نعم. تكرم أروح الحمام ما ينزل صابني إمساك. يعني العكس تماما. شاكرين لك مجرح شاكرين لك هذه المداخلة. بعد هذا وصفتك هذه كان الوالدة الله يرحمها كل ليلة جمعة يعني يوم الخميس يوم يسوينا دير عود دواء عربي هذا مخلوط ودغر في قلاص عارف قلاص هذاك الفقير هذا دغر ماينكرافت يا سلام عليك. أول مجرح شاكري لك. عندك سؤال تبي توجه حق الدكاترة شيء؟ تحي من وياك يا دكتور وعندك عندي ندى الملة دكتورة ندى الملة اختصاصية طب الأسرة وأيضا مع دكتورة دكتورة كيف حالك؟ صباح الورد أهلين. وعندي دكتورة شيماء القايد بعد اختصاصية تغذية. الله يسلمك الله يحفظك. سؤالي عن الإهمال احنا خاصة سرب سوائل كان من الصغار والكبار والنساء ما أدري شو تنصحين الناس خاصة أنا طبيعة تجربة على نفسي حسيت براحة نفسية كبيرة يعني ما أدري تنصحينهم شربت ماء يعني وايد يعني شرب السوائل وايد يعني إيه الماي مع إن شاء الله بنجاوبك بجرح على ريج قبل الصلاة أو بعد الصلاة هي إنزين أوكي ممتاز حلو سؤال. والسؤال الثاني المعدة في المعدة هي نفسها في كل الجسم الإنسان كان في الرجل أو المرأة أو الأطفال اختلف الأعمار بينهم لا المعدة هي واحدة بين الجميع لا أنا أعتقد شو قصد ممكن ما فهم سؤال بجرح إنزين بجرح أنا أعتقد سؤالك يقول الأمراض ممكن تختلف ما بين أمراض المعدة خاصة بالأطفال وبالنساء وبالأطفال نعم طيب شكرا لك بجرح. هل تتمدد المعدة ولا تكون على طبيعتها مدى خلقنا رب العالمين إن شاء الله بنجاوبك بجرح عموما نجاوب على السؤال الأول متى أفضل وقت نشرب فيه ماء؟ اللي هو كان يقول شرب الماء على الريج أول الصبح هذه عادة جدا ممتازة إحنا دائما ننصح الناس أنه أول الصبح لأن أول الصبح أجهزة الجسم طول الليل كانت تشتغل أنها تصرف الفضلات من الجسم الكلية والكبد والأمعاء فشرب الماء أول شيء على الريج يكون ماء عادي فاتر يعني ما يكون بارد وما يكون حار ناس عندهم معلومة لازم يكون ماء حار لا ماء الفاتر العادي يعني نفس الماء العادي ما الصنبور فلو شربته يساعد الكلية إنها تصفي الأملاح اللي ترسبت خلال الليل خلال عملية التنظيف ف
فعادة جدا ممتازة. ولو تلاحظون الناس اللي يشربون الماي كوب ماي أول الصبح تكرم عقب 10 دقائق بتحسوا بيروحون الحمام. صح. على طول يحسوا بيروحون الحمام وبعدها بيحسون براحة, يحسون كأنهم صاروا أخف لأنه مساعدة الجسم في التخلص من السموم والفضلات تراكمت خلال الليل. دكتور صحيح طبعا دائما أنا أوصي مرضاي خصوصا اللي يوني ونحن ما نشرب ماي ما نحب الماي, أوصيهم أول كاس أول الصبح لما ينشون قبل الريوق كاس ماي لازم يأخذونه. مثل ما فضلت خبرتنا الدكتورة أنه فعلا ينظف الجسم وينقي الجسم. جميل أوكي, هذا من ناحية. من ناحية ثانية مجرح كان يتحدث عن أعتقد الأمراض اللي ممكن تصيب المعدة عند الصغار والنساء والكبار. هي بالعادة أمراض تتشابه عند الكل بس أعراضها تختلف, ممكن حدتها تختلف بين الصغار والكبار, بس هي حتى الأطفال الصغار ترى ممكن يجيهم الصهر والحموضة سوء هضم إمساك نفس الأمراض عند الجميع. صباح الخير, إذا ممكن شو علاج النقرس محارب؟ النقرس طبعا هذا موضوع كبير ومختلف تماما, يبالنا نسوي بشكل عام دكتورة بس شي نعطيهم بعض النصائح. النقرس طبعا هو الناس اللي ما تعرفه هو مرض يصيب يسمونه مرض الملوك كانوا قبل. صح. الناس اللي تحب تاكل كانت لحوم وايد لان اللحم يحتوي على حمض اسمه حمض اليوريك اللي هو يرتفع في الدم ويسوي يترسب في المفاصل. علاج طبعا مرض النقرس في وايد اسباب, في مشكله مثلا ممكن يكون قله تصريف من الكليه, ممكن يكون عدم استخدام الجسم للحمض اليوريك بطريقه مناسبه, فكل سبب لا علاج معين. هذا طبعا يبغى تحاليل خاصه. هذا يقودني الدكتوره للحديث عن بعض المواضيع الثانيه, موضوع ان في ناس ما يأكلون لحوم أصلاً, يقولون نحن نباتيين ما يأكلون لحوم سواء لحم هذا. في حد من الناس لا أنا ممكن إذا باكل لحوم باكل سمك بس ما باكل شيء ثاني, ففي أنظمة غذائية في هذا المجال. نعم. أنا وجه هذا السؤال حق شيء. أكيد في أنظمة مختلفة ومنها النباتيين, وفي النباتيين أساساً في منهم أنواع وفي اعتقادات دينية في هذا عند بعض الناس. في نباتيين بيور يعني ما يأكلون إلا أشياء نباتية, في نباتيين يأكلون سمك وبيض, في يعني هم أنواع ودرجات في هالموضوع, مو بس معتقدات دينية, حتى في معتقدات في ناس يتبعون هذه الأنظمة. نحن بمجمل كتغذية صحية شاملة مفروض يكون التغذية شاملة كل شيء, بس نحن كأخصائيين تغذية ننصح دائما مرة أو مرتين في أسبوع في الأسبوع يكون يومك نباتي. أوكي يعني خالي من اللحوم وهالأمور, فيكون يومك نباتي مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع تأخذ لك وجبة نباتية تريح فيها المعدة ويكون أفضل يعني صحيا. جميل. وبالنسبة اللي مول ما يأكل اللحوم, اللي مول ما يأكل لحوم يمكن يأخذون البروتين عن طريق البروتين النباتي اللي هي البقولية. يعني هذا شيء زين ولا مو زين؟ هو طبعا اختلفت الدراسات في الموضوع, دائما نقول في أحماض أمينية خاصة في اللحوم لازم يأخذونها من اللحوم إن كانت لحم أو سمج أو دياي, هالأحماض الأمينية الضرورية مو موجودة في البروتين النباتي. طيب الحين بتوجه على موضوع حساسية الأكل دكتورة. حساسية الأكل هذا موضوع كبير, في بعض الناس يتحسسون من أكلات معينة أو شغلات معينة. فمثلا وائل يتحسس من البيض وأحيانا من الزعتر. ها دكتورة. أوكي, هو موضوع حساسية الأكل طبعا موضوع وايد شائك وايد كبير. الناس عندها مفهوم خاطئ إن لا سمح الله لو أكلت أي شيء اليوم, إذا أكلت بيضة وتكرم يعني إسهال, معناه أنا عندي حساسية من هذا من هالأكل. الحساسية لا تعني ذلك, مو معناه أنه شوي إسهال أو شوي مثل ما نقول بالعامية جلب بطني أو ما ارتحت معناه عندي حساسية من هالأكل, هذا ما لخص. بالعادة الناس ارتبط عندهم حساسية الأكل بمنتجات الألبان والبيض, تلاقيهم يعني مثل مسوين حرب على هذا المنتجين, يعني صح. إذا شربوا شوي حليب وشوياهم إسهال أو غازات قالك أنا عندي حساسية. الحساسية معناها إن الإنسان بعد ما يأكل هذا هالمادة الغذائية تجي له حبوب في الجسم مع حكة مع أحيانا ضيق في التنفس تورم, بس الألم المعدة البسيط أو الإسهال البسيط لا يعتبر حساسية. في وايد ناس تقول أوكي أنا كيف أعرف إن أنا عندي حساسية؟ طبعا في العيادات هناك فحص حساسية الطعام, بس هذا فحص جدا جدا متخصص, يعني احنا ما ننصح فيه لجميع الناس, ننصح فيه فقط للناس مثلا اللي عندهم ربو من زمان وما ما يتعالج باي علاج, يعني ما يفيد اي علاج. الاكزيما او حساسيه الجلد اللي من زمان وبعد ما فادها اي علاج, يعني تتم تتهيج مع استخدام العلاج المناسب, معناه احتمال يكون في اكل
ارتباط بالأكل. الناس اللي عندهم تكرم إسهال مزمن ما قاعد يتشافون منه، آلام في البطن مزمنة ما لها سبب مثلا تخليه ما يروحون الدوام، آلام شديدة. بس الناس العاديين بالعادة ما له داعي يسوون فحص الطعام. على شو يسوون في البيت؟ دائما أنا أقول لمرضاي هاتوا دفتر صغير وقلم، كل يوم اكتبوا شو كلتوا على وجبة الفطور، وجبة الغداء، وجبة العشاء، بعد أي وجبة. إذا حسيتوا مثلا أن أنتوا مش مرتاحين، بطنكم منفوخ، ياكم إسهال أو أي شيء، شوفوا شو كلتوا في هذه الوجبة. ثاني في اليوم الثاني لا تأكلون، يعني مثلا إذا كان اليوم على الريوق بيض وخبز وجبن، صور، لا تكتب، ما تبغى، لا صور. صور احنا الناس كلها تصور. في اليوم الثاني خذ واحدة من هالمكونات الثلاثة فقط. يعني خذ يا بيض يا جبن يا خبز، وكلهم روحهم، شوف تيك نفس الأعراض ولا لا. إذا ما تك نفس الأعراض معناه هذا أوكي، ما سبب لك، ما سبب لك مشكلة. فأنت بهالطريقة تقدر تسوي إن أنت تكتب لست بكل شيء تاكله وتحط يما صح أو خطأ، هل هو سبب لك المشكلة أو لا. الحين أخصائي التغذية دائما يوم الواحد يروح لهم على أساس إنه يسوي له برنامج غذائي، يعني أنتوا تطلبون أشياء صراحة الواحد ما نطلب شيء، يعني ما يقدر يحصله، يعني يا تيبي يعني. ما أدري أحس لبن العصفور ولا دكتورة. لا لا ما نطلب أي شيء، يعني دائما صعب. إحنا لا ما نطلب شيء صعب. الموجود عندك بالبيت بس انت تقدر كم انا اخذ بالضبط. ايوه الموجود بالبيت، بالعكس ما نطلب اي شيء يعني مختلف عن النظام اللي هو يمشي في البيت. الكميه هو اللي كم ياخذ وكم والنوعية. يحرق كم هو يبدا المجهود، لازم هو اذا ياخذ كميه وما يبغى يخفف كميته لازم يبدا المجهود عيال اكبر من المجهود اللي هو متعود عليه. هي فكره طاقه يكتسبها وطاقه يطلقها. هالنقطه ذكرتها محمود وايد مهمه. في فعلا مرضى يجونا في العياده يروحون لاخصائي تغذيه يقول لك هات الشيء الفلاني، حليب صويا، حليب جمل، لا تشرب حليب فلاني. انا بس اقول دائما اقول هالمرضى، انت اذا مشيت على نظام غذائي نفس ما يوصيك فيه الطبيب اللي فيه وايد طلبات. يعني الطبيب الصحيح مفروض يقول لك إعادة جدولة لأكلك الطبيعي في البيت، لأن أنت كم بتستمر على الوجبات الخاصة اللي أعطيك إياها أخصائي التغذية هذا؟ ما بتسمع عليها طول عمر، زاد أنها مكلفة، زاد أنه ما في إنسان يقدر يتم عليها طول العمر. صح. هي المدة 6 شهور نزل وزنك واستانستها، رجعت لأكلك الطبيعي برد وزنك نفس ما كان. فدائما لا تنسى وزيادة فلا تنسقون لما تحسون أن الطبيب التغذية يعطيكم طلبات وايدة معناه هو أشطر. هذا مو أشطر، الطبيب الشاطر هو اللي يغير نمط حياتك على أنت موجود عليه متعود عليه. شو ما كان لكن احنا الاماراتي المتعودين عليه. حتى طبيب التغذيه مره كان يجون يقول طبيب التغذيه قال اكل هريس عادي، بس عدل كميه الكميه، اكل كل شيء في يومك. الصدقين انا قبل كنت اسير يعني بعض الاماكن كذا يقولون كذا، يعني يعطونا جدول وقائمه طويله عريضه. يوم جيت الهيئه اطالع هذه اللي حاطينا تريد، حاطين هريس، حاطين ما ادري كذا، هذا كله ناكله مو ممنوع. بالضبط. تروم تستغنى عنهم؟ انا عادي استغني، انا ما اكلهم وايد اصلا. في ناس ما تروم تستغنى عنهم، تقول لي ما حطيت لي ما بلتزم. والله انا قاعد احاول الحين قدر الامكان اني انا اقلل السكر والملح، هذا اهم شيء. هذا اهم شيء، السكر فعلا هو اللي منتشر في المجتمع حاليا، نحاول نحن نقلل منه. جميل. يعني تخيلي شاي زعتر من غير سكر ويا محلاته. حلوه صح. طيب يقول لك اظهرت مراجعه بحثيه ان الرضع الذين يتذوقون البيض والفول السوداني بدءا من سن 4 أشهر ربما يكونون اقل عرضه للاصابه بالحساسيه. صح. منها مقارنه مع نظرائهم الذين يتذوقون هذه الاطعمه في وقت لاحق من العمر. صح. دكتور طيب شو أهم الأشياء اللي الواحد ممكن يسويها أو المرأة الأم ممكن تسويها على أساس أنها تحفظ مناعة طفلها من ناحية التغذية؟ شو أهم الشغلات اللي ممكن أسويها في هذا المجال؟ طبعا أهم شيء أن دائما الأم لما تبى تعطي ولدها أو طفلها أي نوع من الأكل دائما نقول بدي بنوع واحد، لا نستعي نعطيه كذا شيء في وجبة واحدة، لأن لو سبب لأي واحد من هذه الحساسية ما بتقدر تميز. ابتدي بنوع واحد لمدة 3 أيام، شفتي ما في أي مشكلة تضيفي النوع الثاني. هذا أولا. ثانيا مهم جدا أنها ما تعتمد على كلام غير الأطباء، يعني جارتي قالت لي، أختي قالت لي، خالتي قالت لي، في وايد معتقدات غير صحيحة. وإذا وإحنا ما نبغى ضرر للطفل خصوصا في الأعمار الصغيرة 4 شهور أو 6 شهور، دائما ارجعي لطبيب التغذية أو طبيب الأسرة واستشيريهم في أي خطوة تبغين تسوينها. إحنا دائما موجودين لمساعدتكم عشان تمشي على الطريقة الصحيحة.
احنا ما بالعاده احنا ما نمنع الام تسوي، يعني هو ما يقول دائما الخيار الاول والاخير الام، يعني هي الطريقه اللي تشوفها، هي في نهايه التربيه بتكون على الام، يعني صح. شو بتقدم لطفلها، بس تاخذ النصيحه من طبيب الاسره وطبيب التغذيه دائما يكون افضل. شو رايك دكتوره؟ يعني مثل واحد مثل ام ممكن تبتدي تعطي الاكل حق الرضيع او الطفل؟ جميع المنظمات العالمية اتفقوا أن بداية فطام الطفل يكون من 6 شهور، إلا منظمة الحساسية اقترحت أن يكون من 4 شهور، تمام؟ فاختلفوا منظمات، لكن عالميا اتفقوا أن يبدأ من 6 شهور. ما يبدأ الفكرة أنه يبدأ من 4 شهور بجمعية الحساسية، مثل ما ذكرت أنت الدرس الدراسة اللي الحين جرت، فعلا جرت وايد دراسات وقالوا لما تعطيهم الأغذية اللي هي تسبب حساسية بالعادة مثل البيض، المكسرات، السمك، تعطيهم مبكر للطفل يقوي مناعته أكثر ضد الحساسية الطعام. فهذه مجرد دراسات تجرى حاليا منظمة الحساسية، فعشان كذي هي لحين موافقة على 4 شهور، لكن المنظمات العالمية كلها تقول من 6 شهور نبدأ فطام الطفل. فطام مو معنى أن نوقف عن الحليب، لا، يستمر مع الرضاعة الطبيعية بإدخال الطعام تدريجيا من الأطعمة الأقل حساسية إلى الأطعمة اللي تسبب حساسية. جميل، نحن تكلمنا وايد عن معلومات عامة، الحين أبغي أتحدث يعني عن الخدمات اللي نحن نقدمها في الهيئة في مجال الغذاء وطب الأسرة. شو نبتدي؟ طب الأسرة طبعا خدمات طب الأسرة تقدم في كل المراكز الصحية عندنا، تقدم من 7:30 صباحا إلى 9:30 مساء. يسموكم خط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول، أجل نعم. إيه. ومركز الباشا طبعا وند الحمر 24 ساعة مفتوح، يقدم خدمات طب الأسرة على مدى 24 ساعة. في ناس تعتقد أن خدمات طب الأسرة غير ان طبيب الاسره يمكن غير قادر على التعامل مع بعض الحالات، طبيب الاسره ما شاء الله عنده خبره كبيره، احنا نعالج حتى الاطفال الصغار جدا بالعمر اسبوع اسبوعين، ممكن الام تجيبه تاخذ استشاره طبيب الاسره هناك، احنا ممكن نحولها. فحياكم الله في كل المراكز. يعني 80% من الامراض ممكن تعالجونها. ايه ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا كاخصائيات تغذيه موجوده في هيئه الصحه، يجون المرضى بتحويل من طبيب الاسره. فطبيب الاسره يحول المريض اللي يحتاج لاخصائي تغذيه أو نظام غذائي إلى أخصائيات تغذية، ونحن موجودات في كل المراكز الصحية تابعة لرعاية الصحية الأولية، وموجودات أيضا في المستشفيات دبي وراشد ولطيفة والجليلة، نقدم كعيادات وأيضا كعلاجي في المستشفيات، أنهم يشوفون المرضى سهرية. هناك غير عندنا فعاليات نقدمها، ورش عمل، محاضرات، نطلع للدوائر الحكومية والخاصة والمدارس، كل هالأمور للتثقيف للمجتمع. جميل، أنا بأخذ هذا السؤال على السريع قبل لا أختم. السلام عليكم، أنا عندي حساسية في الدم واصلة 670، مو براضية تنزل، والدكتورة تقول هذه طبيعية، طبيعة جسمك، شو الحل برأيك دكتورة؟ الأفضل يراجع العيادة نشوف شو بالضبط. أعتقد هو مو قصد الحساسية، قصده اللي هو الاميوغلوبين اي او الماده اللي تسبب الحساسيه. ما اقدر اقول هي طبيعيه ولا، لازم ناخذ التاريخ ماله ونشوف شو ارقامه القبليه، ووايد يبغى له بحث يعني. ناخذ رقمه وخليه يمرك العياده. اذا تابع لمركز البرشه يمر البرشه. اذا مو تابع لمركز البرشه لا تمر البرشه. العيادات موجوده في كل مكان. جميل جميل. عموما انا يعني وصلت لختام الحلقه هذه، بس ابغى اقول لكم شغله، ان في علماء الاغذيه اكتشفوا ان استهلاك كميات قليله من الطعام يحافظ على ذكاء الانسان ويزيد تركيزا واستيعابا، واوضح العلماء انه بامكان الاشخاص وكبار السن المحافظه على ذكائهم وقوتهم الذهنيه لوقت اطول، وذلك اذا اختصروا الكميات التي يتناولونها من الطعام. فدائما عزيزي المستمع حافظ على صحتك وانظر لما تضعه في بطنك. شو رايك؟ ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لهوائك. صحيح. جميل، اذا وصلنا لختام هذه الحلقه، شكرا للدكتوره ندى الملا مديره الشؤون الطبيه في مركز البرشه واختصاصيه طب الاسره، وكل الشكر كذلك الدكتوره شيماء قايد اختصاصيه التغذيه العلاجيه في هيئه الصحه بدبي. على امل نلقاكم مستمعينا مطلع الاسبوع القادم مع العديد من المواضيع الشيقه. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وكانت معنا في التنسيق شيماء التناك،
وأيضا هذه تحيات فريق قسم الإعلام الذين كانوا معنا في الإعداد، وكل الشكر لك أحمد سلامة ما شاء الله موجود معنا في الاستوديو، فمبسوطين بوجودك. وطبعا المخرج ما منسلم عليه، خلص يلا دمتم بالصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.